مساء الخير، اهلا وسهلا بيكم معانا في حلقه جديده من بالهنا والشفا. هتكلم معاكم النهارده على موضوع النهم او الاكل بشراهة. لما اقرر ان انا هاكل اي حاجه حلوه او حادقه، عجباني او مش عجباني، بسرعه لحد الحقيقه مش لحد حاجه معينه، لحد اما الاكل اللي قدامي يخلص. نوبات النهم دي سببها حاجتين او بتنقسم الى نوعين، الطبيعي والمرضي. الطبيعي هو ناتج عن الحرمان، ناتج عن ان انا قاعده طول اليوم ما باكلش وجعانه جدا، فبروح البيت انا عايزه اكل اي حاجه موجوده قدامي في الثلاجه او اكياس مقرمشات موجوده هاكلها، بحبها مش بحبها، مناسبه لصحتي او لا، عاملة دايت هتبوظه أو لأ. كل ده مخي مش بيفكر فيه في اللحظة دي، بيفكر أنا هاكل أي حاجة موجودة قدامي لأن أنا جعان ومحروم من الأكل بقالي فترة كبيرة. النوع التاني هو إن أنا بيجيلي حالة اكتئاب أو ببقى متضايق، فبطلع غلبي في الأكل، بطلع مضايقتي كلها في الأكل. من اكتر الحاجات اللي تخلينا نقول انه ده مرضي ان انا مش بستمتع بالاكل. ممكن ناس كتير تبقى بتاكل وبعدين بعد ما تاكل وتخلص والاطباق تتشال يسالوها اكلتوا ايه، مش فاكرين اكلوا ايه. طب الاكل عجبكم؟ لا، واحتمال لو افتكروا بعد شويه يفتكروا انه هم ما استمتعوش، هم ما عجبهمش طعم الاكل اللي عجبوه. هنا بنحتاج مساعده من دكتور نفسي بسيطه بتعالج الموضوع بمنتهى السهوله. لكن لو الموضوع سببه ان انا حارم نفسي من الاكل، فده حله بسيط جدا، ان انا انظم وجباتي ومنساش نفسي وافتكر فجأة في اخر اليوم ايه ده انا هموت من الجوع. طب تعالوا نشوف ايه تاني يقدر يساعدنا لو الموضوع ان انا بس ايه بحرم نفسي من الاكل شوية زيادة. لو انا عامل دايت او هدفي ان انا اخس عدد كيلوهات معينة في اخر الشهر، مهم قوي ان انا ما حرمش نفسي من نوع معين من الاكل. يعني مثلا ما ينفعش اقطع النشويات تماما او اقطع الدهون تماما، لانه في وقت كده الجسم مش هيقدر يقاوم. حتى الناس اللي بتعمل انواع دايت معينه لما بتقطع النشويات بتبدلها بانواع دهون معينه ما تحسسهاش انها جعانه او انها محرومه من الاكل فتره طويله. الرياضه من اكتر الحاجات اللي بتساعد في الثقه بالنفس. يعني ايه؟ يعني الرياضة هنا هتبقى علاج مش هتبقى اسلوب علشان اخس. تنظيم الاكل زي ما قلنا من الحاجات المهمة جدا علشان خاطر نقدر نتغلب على الحرمان، والحرمان المسبب الرئيسي للاكل بشراهة او نوبات النهم. يبقى لو انا موضب اكلي من الصبح عارف هاكل ايه، فطار غدا عشاء واتنين سناكس او تصبيرة في نص اليوم، يبقى انا كده حاولت ابعد او أبعد عني إحساس الحرمان أو الجوع المبالغ فيه. في تريك كمان بتنفع مع ناس كتيرة قوي اللي بيشتغلوا طول اليوم، فبيبقوا طول اليوم برا، أنا مش قادر أخد معايا رز بالصلصة وفراخ مشوية أو بروتين وعايز أكله سخن، فمش عارف أخده من الصبح معايا في اللانش بوكس أو في طبق معايا في الشغل. بدلوا، الناس دي بيبقى حلها إن إحنا نبدل الغدا بالعشاء. يعني ايه؟ يعني لو انا نشوياتي مش عاليه قوي ونشويات صحيه اللي هحطها في وجبه الغدا، اقدر ابدل الغدا بالعشاء، فاجي في الغدا اخد زبديه، اخد طبق فاكهه، طبق خضار بغموض صحي، اي حاجه من الحاجات الخفيفه اللي بنعملها هنا مع بعض كتير، واخد الوجبه الرئيسيه بتاعتي اللي هي الدافيه اللي هتدفيني بالليل في وجبه العشاء. فكده ما بقاش بوظت نظامي الغذائي، ما بقاش زودت سعرات حراريه، وفي نفس الوقت نمت او دخلت البيت قعدت اكلت الوجبه السخنه بتاعتي، انا مش محرومه او مش حارمه نفسي من الاكل. حاجه كمان من الحاجات المهمه جدا هي الاكل بالراحه. لو احنا من الناس اللي بتقف تاكل بسرعه بسرعه او تقف على الرخامه، في ناس كتير انا بشوفها تقف تاكل من على الرخامه من كتر ما هي جعانه، بيخلينا او من على الحله غصب عننا ناكل فوق الكميه اللي احنا عاملين حسابنا ناكلها. فمهم قوي ان انا اغرف طبقي واروح اقعد في مكان مخصص للاكل، ما اتفرجش على التلفزيون، ما العبش في التليفون، واكل بهدوء، استمتع بالاكل واركز ان انا بمضغه ببلعه، طعمه حلو، نقصه ملح، ناقصني ترشي، ابقى بفكر كده وانا باكل كل قطمه هي عجباني ولا لا.
حاجة كمان من الحاجات اللي بتساعدنا جدا ان احنا نتغلب على الاكل بشراهة لو احنا قاعدين في وسط ناس، يعني لو انا قررت اخد عيلتي جنبي او ولادي حواليا غصب عني هتكسف، ما بقاش باكل بسرعة قوي من غير تفكير قدامهم. فحلو لو انا باكل في وسط ناس، اصحاب، اهل، باكل في مكان عام، باكل في البيت وانا مركز كده بهدوء وحواليا ناس، غصب عني مش هاكل بتلقائية زيادة عن اللزوم وابقى بحشر الاكل بسرعة علشان اركز انه انا جعان، انا محروم، انا عايز اكل كمية اكل لا نهائية دلوقتي حالا. من اكتر الحاجات بقى اللي بتساعدنا ان احنا نتغلب على نوبات النهم او الاكل بشراهة هي الكومفورت فود. يعني ايه؟ يعني الاكل اللي احنا بنحبه، الاكل كده لما نفتح باب البيت ونشم ريحته نقول في هدية النهاردة على الترابيزة. الحقيقة الأكل ده بالنسبة لي أنا شخصيا هو جميع أنواع المحشي، ومن أكتر أنواع المحشي اللي أنا بحب أكلها هي محشي الكرنب، بس من أكتر برضو أنواع المحشي الصعبة لأنها بتاخد وقت كتير في اللف وبنسلقه الأول وفي تفاصيل كتيرة جدا وفي مواعين أكتر. هعمل معاكم النهاردة محشي الكرنب في حلة واحدة بطريقة سريعة جدا من غير مواعين كتير ومن غير ساعة نضيعها أو ساعتين قاعدين بنلف في المحشي نفسه. طيب محشي الكرنب اللي في الحلة الواحدة محتاج إيه؟ محتاج ربع كيلو لحمة مفرومة، محتاج كوباية رز مصري، محتاج كوباية عصير طماطم، معلقتين صلصة، راس الكرنب اللي متقطع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، معانا كمان بهارات زي الكمون، ملح، فلفل، بهارات لحمة، بابريكا، الكركم كمان من البهارات المفيدة جدا اللي لو أضفناها لأي وجبة نقدر نضيفها فيها بتبقى إضافة حلوة. الكركم مع الفلفل الأسود بيشتغلوا بيعلوا المناعة بتاعت الجسم كويس جدا جدا جدا. معانا كمان كوبايتين مرق دجاج منزوع الدسم، يعني بحاول أشيل الوش لما يتجمد كده بتاع الدسم. معانا كمان شبت وبقدونس وكزبرة، معانا كمان بصلتين متقطعين كده واربع فصوص ثوم مفرومين. هنعمل ايه؟ هنعمل كاننا بنعمل تسبيكة او حشوة المحشي، ولكن هنزود عليها كمان الكرنب نفسه وتبقى محشي في حلة واحدة. واحنا بنعمل المحشي مع بعض كده هقول لكم على كام حاجة سمعتهم من ناس واستغربت قوي لما سمعتهم. في ناس يقولك انا ما بعرفش انام غير لما احط شوكولاته على الكومودينو جنبي. يعني ايه شوكولاته على الكومودينو؟ اصل انا بصحى بالليل محتاج حاجه اكلها فباكل حته شوكولاته وارجع انام تاني. الحقيقه الموضوع مش سهل وبسيط التحكم فيه زي ما احنا سامعين، انه طب ما ببساطه شيلوا الشوكولاته من جنب الكومودينو، ما تحطوش شوكولاته وانتوا نايمين جنبكم. لا، الموضوع اكبر من كده، لان ده بيبقى عندي خلل في حاجه من الاثنين، يا اما عندي خلل في مستويات السكر في الدم وبتقع قوي فجسمي غصب عنه بيصحيني او يقول لي مستوى السكر قل انت محتاج حاجه، يا اما هي عاده سيئه انا اتعودت عليها من وانا صغير، ودي بتيجي عاده من الامهات اللي عايزه تاكل ولادها طول الوقت وفي اي وقت. ففي اطفال بتتعود تصحى انا جعان، طب كل شوكولاته ونام، كل اي حاجة موجودة جنبك ونام، فدي عادة سيئة. او ان احنا نبقى بنحتاج نشوف مستوى السكر في الدم، او الحاجة الثالثة هي لخبطة في الهرمونات، البصلة اول ما ابتدت تاخد لون اهي هنزل عليها بالتوابل بتاعتي. الكركم لو انتوا اول مرة تستعملوه في الطبخة دي استعملوا شوية قليلين مش كتير لحد ما تطمنوا انه طعمه مش مضايقكم، بس هو صدقوني طعمه حلو جدا جدا. خلاص انا كده ايه حطيت التوابل بتاعتي، انزل عليها بمعلقتين صلصة يتسبكوا حلو خفيف قوي، وبعدين هنزل عليهم ببقية المكونات. ترتيب المكونات هنا مش فارق معايا خالص، طبعا افضل لي لو نزلتوا بالسكر الاول، لكن لو اتلخبطتوا او حاجه ما كانتش جاهزه قبل الثانيه مفيش مشكله خالص في الترتيب. هنزل هنا بالرز او اللحمه الاول ايا كان الجاهز جنبكم،
خلاص. اللي عايز بقى يحط بدل ما تبقى كمية كلها رز وعايز يقلل من السعرات الحرارية اللي في الوجبة، يقدر يحط شوية فريك، يقدر يبدل الوصفة كلها يعملها بالفريك، أو بدل ما هي كوباية رز تبقى نص كوباية رز ونص كوباية فريك. تقدروا كمان تبدلوه بالكينوا اللي متوفر عنده كينوا ويضيفها هنا، بتبقى إضافة صحية جدا جدا جدا. هنزل دلوقتي باللحمة، هستنى اللحمة تاخد لون وبعدين هنزل عليها بالكرنب والصلصة والشوربة. آخر خطوة خالص ان انا هنزل بالخضرة بتاعتي، هقفل عليهم كأني بسوي حلة رز عادية جدا جدا. ومجرد ما تحطوا الخضرة هتشموا ريحة حلة محشي جاهزة للأكل، ريحتها مغيرة البيت كله. انا كده عملت محشي كرنب من غير ما اضيع وقت في اللف. انا عارفه انه ممكن يبان مختلف شويه لبعض الناس، لكن صدقوني لو جربتوه حتى وانتوا عندكم وقت ان انتوا تقعدوا تلفوا هتكسلوا بعد كده وهتقولوا ما هو المحشي هو بيتعمل في 10 دقائق من غير مجهود. طيب انا دلوقتي هنزل اللحمه بتاعتي اخدت لون، هنزل بالكرنب نفسه اهو. وهدخلهم في بعض ياخدوا تقليبة حلوة. طب احنا جهزنا الكرنب ده ازاي؟ الكرنب ده كان كرنباية عادية جدا، سلقناها في شوية مية وكمون بس كده. الكمون بيساعد انه يقلل عسر الهضم اللي ممكن الكرنب يسببه لبعض الناس اللي قولونها حساس او معدتها حساسة، بس كده ما ضفتش اي حاجة تانية. طيب احنا دلوقتي بقى ايه، هنضيف الخضرة وهننزل عليهم بالشوربة والصلصة. هقلب بقى الحلة دي تقليبة حلوة وارجع لكم بعد الفاصل، هنعمل معاكم وصفة كوكيز حلوة جدا جدا من غير إضافة أي سكر. استنونا. أهلا بيكم معانا بعد الفاصل. وإحنا في الفاصل أنا زودت الملح والفلفل والشوربة زي ما قلتلكوا، وأهو السائل منظره كده فوق المحشي، سايبينه يستوي على نار متوسطة وقافلين عليه كأننا بنسوي حلة رز عادية جدا أو حلة محشي عادية جدا. هنبتدي بقى نعمل تاني وصفة مع بعض وهي الكوكيز. الكوكيز بتاعتنا خفيفة ما فيهاش نشويات، يعني ما فيهاش دقيق. هناخد نشويات بتاعنا من الجوز الهند بدل الدقيق، بس خلوني الأول أقول لكم إن وصفة المحشي اللي عملناها مع بعض لو الحلة دي أكلها 4 أفراد بس، ودي اعتقد كمية كبيرة على انه 4 أفراد بس يبقوا بياكلوها، الفرد الواحد سعراته مش هتزيد عن تقريبا 340 سعر حراري، يعني حاجة بسيطة من يومه. هي وجبة متكاملة عايزة جنبها طبق سلطة وخلاص كده. لو انا افطرت بيضتين جنبهم طبق سلطة مع توست او ربع رغيف بلدي، واتغديت المحشي الكرنب ده جنبيه طبق سلطه بلدي، واتعشيت زبديه وشويه فاكهه او خضار، وخدت معاهم ساندويتش مثلا بعيش شوفان او بعيش حبوب كامله في جبنه بيضه، واخدت في النص سناكس مكسرات او خضار وانا في الشغل طول اليوم، انا كده يومي عدى هايل، ما عدتش حوالي عدد السعرات اللي مسموح بيه لمعظم الناس، واكلت بصوره صحيه. دي اهم حاجه، وانا بالنسبه لي اهم من ان انا ما عدتش السعرات انا ما حرمتش نفسي من اكل. مفيش اكل انا نايمه ونفسي فيه. ممكن يبقى نفسي في 60 صنف النهارده اقسمهم على مدار الشهر، لكن مفيش حاجه انا حرمه نفسي منها. طيب الوصفه الثانيه بقى عباره عن ايه؟ عبارة عن كوكيز. قلنا هنعمل كوكيز بالشوكولاتة والأفوكادو. الأفوكادو هنا قايم بدور الزبدة أو الزيت، هو مصدر الدهون بتاعتي في الوصفة. طب تعالوا نشوف الوصفة عبارة عن إيه. واحدة أفوكادو وسط مهروسة، 120 ملي عسل أو ميبل سيرب أيا كان اللي متوفر، بيضة، وطبعا أول ما بنقول بيضة بيبقى معاها فانيليا،
نص كوب جوز هند مبشور، 50 جرام تقريبا كاكاو خام بدون إضافة أي سكر ليه. معانا كمان نص معلقة بيكنج باودر، ومعانا ربع كوباية شوكليت شيبس. الشوكليت شيبس اللي هنا برضو أكيد بأكد عليكم أنها خالية من السكر، ما فيهاش إضافة سكر. طيب هنعمل إيه؟ هناخد المكونات دي كلها مع بعض بمنتهى السهولة، نخلطها مع بعض ونشكلها الكوكيز بتاعتنا. بصوا، هناخد الأول الأفوكادو بتاعي أنزل بيه، خلاص، بعدين هنزل عليه بالعسل، عارفين أول ما بشوف أفوكادو وعسل مع بعض بفتكر مشروب ظريف قوي كان الحقيقة، يعني جربته أول مرة عند واحد بتاع عصير، وبعد كده مع بعض التظبيطات البسيطة قوي بقى ما بقاش عصير مشبع مليان سعرات موجود عند بتاع العصير، لا هو بقى عصير صحي جدا ومفيد جدا، كان عبارة عن أفوكادو وعسل ومعاهم مكسرات، هو كان بيستخدم الكاشو، فكان بيحط الميكس ده، هو للأسف كان بيحط معاه بقى لبن بودرة كتير قوي وكريمة طهي وكريمة خفق وحاجات تانية، لكن لما أنا جربته في البيت بمكونات صحية أكتر كان طعمه لسه ظريف جدا. فأنا بحكي لكم ده ليه؟ علشان من مكونات بسيطة وانتوا شايفينها قدامكم تقدروا تغيروا الوصفة وتعملوها وصفة صحية أكتر. يعني أنا عجبني طعم الأفوكادو مع الكاشوز فعملتهم في البيت بطريقة، بس ان انا شلت الحاجات البودرة الكتير اللي بتتحط في المشروبات في كل حتة، اللي بتزود جدا جدا سعراتها وبتقلل جدا جدا قيمتها الغذائية. طيب تعالوا بقى ننزل بيه جوز الهند والكاكاو. الكاكاو هنا بيلعب دور الدقيق، يعني انا مش هحتاج دقيق طول ما الكاكاو بتاعي ماسك نفسه وموجود معايا. خلاص اهو، انا عشان كده حطيت الكميه بتاعتي بالتدريج عشان اعرف ايه ادخله. حلو، معايا ميه سخنه احتياطي، لو احتجت ان انا ازودها هزودها، انا شايفه ان انا ايه احتمال ما احتاجش ازودها. طيب لو الوصفه ما مسكتش معاكم تقدروا تزودوا معلقه كاكاو تاني او تزودوا معلقة دقيق شوفان او دقيق حبوب كاملة، او كمان اللي هيبقى طعمه حلو جدا بقى لو زودتوه هنا دقيق جوز الهند، لانه انا مش هبقى دخلت مكون جديد في الوصفة. بصوا هو ده قوام العجينة اللي انا عايزاه، انا سكرت بالعسل اللي هو مش هيرفع مستوى سكر الدم زي السكر، وفي نفس الوقت فيه فوائد كمان. خلاص هحط بقى شويه شوكليت شيبس هنا، وهسيب شويه شوكليت شيبس علشان التزيين بتاع الكوكيز من بره. طيب فين بقى هعمل ايه؟ معايا الصينيه اللي هتدخل الفرن، عندكم خيارين، يا اما تجيبوا صينيه يكون ما بيلزقش فيها، يا اما تستعملوا صينيه عاديه وتحطوا سيليكون شيت، ايا كانت الطريقه، ولكن ما تفكروش ان انتوا تحطوا تحت اي نوع من انواع الدهون علشان ما نبقاش بنغير في السعرات الحرارية اللي موجودة في الوصفة. اهو ادي اول كوكي، ما بنحتاجش نفردها، هي بتفرد حاجة بسيطة قوي في الفرن. خلاص تقدروا بقى تتحكموا في حجمها زي ما انتوا عايزين. الكوكي دي مناسبة جدا جدا للناس اللي بتحب تفطر حاجة مسكرة بس بعد الفطار الرئيسي، يعني دايما نصيحتي لو عايزة اكل حاجة مسكرة الصبح اكلها بعد الفطار، الفطار اللي هو فيه بروتينات ونشويات صحية ودهون صحية وطبعا خضار. طيب دي تقدروا كمان تاخدوها مع كوباية شاي تبقى السناك اللي هي ايه بعد الفطار، وتكملوا يومكم عادي جدا. اهو
وهضيف شويه شوكليت شيبس، دي هتفرق جدا اعتقد في الاطفال واحنا كمان. والله نلاقي شوكولاته كده على الوش بنتحمس ان احنا ندوق الحاجه. دايما يقولوا لنا ايه، العين بتاكل قبل ما احنا نتذوق فعلا طعم الاكل، ودي حقيقه. فكل لما تقدروا تخلوا شكل الحاجه احلى في التقديم، في وانتوا بتقفلوا الحاجه كده وتدخلوها الفرن، كل ما يجي لكم فكره تقدروا تغيروها، تضيفوا حاجه تخلي الناس اللي هتاكل في البيت تبقى متحمسه اكتر تدوقها، دي حاجه حلوه. طيب انا مسخنه الفرن بتاعي على درجه حراره 180، مشغلاه من فوق وتحت او من تحت بس. الكوكيز دي المفروض تاخد تقريبا من 10 ل 12 دقيقه في الفرن، بس اهم حاجه ما ادخلهاش في فرن بارد، لازم ادخلها في فرن سخن. تعالوا بقى نبص على المحشي بتاعنا، ريحته حلوه جدا جدا، بصوا كده. تعالوا بقى نراجع مع بعض احنا قلنا ايه على الاكل بشراهه، بس بعد ما اقول لكم ان الكوكي الواحده لو عملنا العجينه دي تقريبا عملوا معانا من 9 ل 10 كوكيز، الكوكي الواحده فيها تقريبا 120 سعر حراري، فانا موافقه جدا ان انا ادخلها في نظامي الغذائي في الفطار او السناك اللي بعد الفطار مع كوبايه شاي او قهوه، بس بدون بقى اضافات. دايما لما تاخدوا الشاي والقهوه ما تحطوش كريمه ولا الحاجات اللي فيها بودره كتير، خدوا حاجات بسيطه شفافه. طب تعالوا نراجع مع بعض بقى احنا قلنا ايه في الاول. النهارده موضوعنا كان على نوبات النهم او الاكل بشراهه، ايه سببها؟ سببها الرئيسي اللي على الاقل احنا نقدر نعالجه مع بعض هو الحرمان. ما تحرموش نفسكم من اي نوع من انواع الاكل، كلوا الاكل باعتدال. فانا لو نفسي في شوكولاته بدل ما اروح اكل شوكليت شيب كوكي معموله بالزبده وفيها كل السكريات والحاجات والاضافات اللي مش صحيه، اخد واحده كوكي من دول، فانا ابقى اكلت كوكيز وكلت شوكولاته واتبسطت وما بوظتش نظامي الغذائي. الطريقه الثانيه هي ان انا ما اقطعش حاجه معينه من نظامي لو انا عارف ان انا مش قد الحركه دي، يعني ما اقطعش النشويات تماما فجاه، ما اقطعش الدهون تماما فجاه، ما اقولش انا مثلا مش هاكل اي نوع محشي لمده 3 شهور. طب ما انا بعد الثلاث شهور ما يعدوا لو انا قدرت التزم هاكل حلتين محشي لوحدي، صح؟ فمهم قوي ان انا انوع اكلي وانا باكل، ومهم قوي ان انا ما احرمش نفسي من حاجه زي ما قلنا. تعالوا بقى نبص على المحشي بتاعنا. تعالوا بقى لو شميتوا ريحه المحشي معايا هنا، ريحته محشي عادي جدا زي اللي طول عمرنا امهاتنا بتعمله لنا. تعالوا بقى نقدم المحشي ده مع بعض. بصوا شرب الشوربه والصلصه. كده بقت وجبه متكامله فيها نشويات وفيها بروتين وفيها خضروات كلها في حله واحده. انا اعتقد ان دي الحقيقه من اكتر الوصفات الصحيه اللي ممكن يبقى حد بيدخلها في نظامه الغذائي، يعني هو مش محشي فلا ده بيتخن او لا ده سعراته الحراريه عاليه. الحقيقه لا، ده من الوصفات اللي اعتقد انها مهمه ومفيده تبقى موجوده في نظامنا الغذائي مره كل اسبوع. بس كده كده بقى اول طبق جاهز معانا، والكوكيز طلعت من الفرن. عايزه اوريكم شكلها حلو ازاي. بصوا كوكيز ناشفه من بره وطريه من جوه. عايزه افتح معاكم واحده اوريها لكم هي من جوه، بصوا ازاي حلوه وطريه زي ما بيقولوا تشوي كده. دي النسخه اللي احنا مجهزينها لانه الكوكيز بتاخد حوالي 10 ل 12 دقيقه زي ما قلنا في الفرن. بصوا تشوي ازاي او فيها حاجه تتمضغ جوه طريه.
يا رب تكون وصفات النهاردة عجبتكم. عملنا معاكم وصفتين، أول وصفة محشي الكرنب السهل الصحي اللي في حلة واحدة، تاني وصفة كانت كوكيز بالأفوكادو وجوز الهند والشوكولاتة، طعمها حلو جدا جدا، جربوهم. وما تنسوش ما تحرموش نفسكم من أي حاجة نفسكم فيها طول ما انتوا بتاكلوها باعتدال. جربوا الوصفات وقولولنا رأيكم فيها ايه. مستنيينكم في حلقة جديدة من بالهنا والشفا.